بعد العقوبة اللي كنا فيها. واحد مانجا باشا. مطعم حلو. نازل يسكن شاف. ايه رأيك بقى؟ مبسوطة؟ واحد مانجا كوير. نعم. مكان جميل. نشرب حاجة تقول لي ريتنا وننبسط. مكان حلو. ونقعد نستريح شوية في الجو الصعب. سنة كده. طبعا من واحد تاني في سنة. جميل جدا. ده اسمه ابو تريكس. جميل جدا. بس برضه ابو تريكس الاصلي. شربت العصير ده اسمه ابو تريكا. حلو جدا ومميز ومكان ظريف والخدمه حلوه قوي. يعني اتمنى لكم تزوروا المكان ده وتنبسطوا زي ما انا انبسطت. فكرت ان انا اعمل الفيديو ده بعد التعذيب اللي كنا فيه في الفا ماركت. حبيت ان احنا نختم اليوم بحاجة ظريفة كده. ونشوفكم بخير في فيديو تاني. باي.